فنون نافذة للتعريف باليوم الوطني للخيمة الصحراوية التي تنفرد بشكلها ومستلزماتها المستوحاة من الطبيعة والنابعة من الحياة البسيطة. تقاليدنا وعاداتنا الزينة اللي ما ننساوها ومنين نبنوا خيمة والله نقعدوا فيها يحجل لنا ياس من الزمن فاتوا فيه الأجداد. خيمة اللي منين تنشى ينشوها صحراويات يعدلوا عليها تويز يتقناوا صحراويات من كل وجه جيران الأغارب يتقناوا وينشوا هذه الخيمة من لوبر من شعر الغنم والبل. الموروث المادي واللامادي للثقافة الصحراوية مرآة عاكسة لتركيبة المجتمع الصحراوي من حيث اللباس التقليدي والألعاب الشعبية المختلفة فيما يثني الشعراء على المقاومة الصحراوية في قصائد من الشعر الحساني المتميز. الألعاب الشعبية تتكون من السيق يلعبه العليات وضامة هذه يلعبها الرجال وخالق ضامة ثانية لعبة ثانية قالها كرور وراح ونيروبة جات والله ما جات هاي كاملة ألعاب شعبية يلعبوها الصحراويين في القديم. الشعر مقاوم المقاومة فعلا شاعرنا الكبير البشير والعلي يقول تحية يا صانع الأمجاد يا ضامن تحقيق المنشود يا روح الزنفة والجهاد والعنف الثوري والصمود وكذلك العديد من الشعراء في هذا القرض اللي ذا هو. الاحتفالات بيوم الخيمة هو تعبير عن تمسك الشعب الصحراوي بهويته الضاربة في عمق التاريخ. من مخيمات اللاجئين الصحراويين بنفرج لفاطمة الزهراء بعثة التلفزيون الجزائري.